السلام. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وإليك. في شخص أعطاني مبلغا بسيط وقال أعطيه محتاجين، فهل يحل لي أن أخذ منه شيء؟ وأنت محتاج؟ أنا لا أعلم ما قياس الاحتياج هنا ماذا يعني. يعني أنت مثلا، أنا مش عارف برضه الموضوع نسبي. يعني واحد قال لي خذ أعطي هذا المال للمحتاجين، وأنت قلت أنا محتاج كباب. لا ما أنت محتاج. نعم يعني أعطيه. يعني تلاقي تاكل مثلا لا تحصل طعام ولا شراب تكون محتاج. يا شيخنا الجميع يحصل طعام وشراب اليوم. طب أنت إيه يعني اللي ناقصك؟ بس قول لي أنت محتاج عروسة ولا إيه بالضبط؟ مش انت اللي كل يومين تلاتة تطلب عروس؟ ايوه صحيح. طيب هتقول محتاج عروسة وتاخد فلوس وبديك للفقراء؟ شكرا.